ويلا فاميلي، صباح الخير عليكم. اليوم نهار جديد وفيديو جديد اللي بغينا نوصلوا للاخوان نهضروا. كنشوفوا بزاف ديال بروتوكول التصاور بعض الجمعيات في اقليم الناظور، اللي هي جوج جمعيات اللي هي قريبا نعطيو الدار هنا نديرو هنا، اللي كنقولوا بزاف ديال الناس اللي تما محتاجين اكثر، لان هذاك الديور اللي كيديروا بالمقابل اللي جبنا الاخباريه وجبنا بشحال كيسواو الديور، جبنا لان كيكون التدخلات بين السيد او بين هذاك الجمعوي اللي كيدير النداء للمحسنين اللي كاينين في الخارج. تحيه لهم اصحاب الخارج، ماشي الخير ماشي مزيان ولا كنحسدوهم ولا هكذاك، لا يزيدهم في الخير، لان كنقولوا كاينين الناس اللي مشاو عندهم، كاينين الناس اللي مازال كيستناو كيقولوا راكم مقيدين راكم مقيدين راكم مقيدين، لان هاد الناس اللي كيستناو مازال كاين الناس اللي كيستناو 3 شهور 4 شهور مشاو عندهم ما عطاوهم حتى 100 درهم باش يديروا باش يشريوا غاز زيد، لان هاد الجمعيه اللي كيجمعوا الملايين تاع الفلوس من الخارج للمحسنين. الناس اللي شفناهم بزاف ديال البروتوكول، بزاف ديال التصاور، بزاف ديال الاكاذيب، كيصوروا كيبروا واحد البروتوكول قدام تاع الفلوس قدام تاع الديور قدام هذا قريبا اللي بكان تاع التماسيح. كنقول لكم وليدي رجعوا لله، لان هذاك الاكاذيب راه بداو كيفتنوا بكم الناس. دابا عطاو شي ديور في هاد الايامات، لان كانوا شي الفلوس جمعوهم تما نط عليهم التجار والفضيحه، شنو داروا؟ اجيو نعطيو هاد الديور باش نغطيو الوجه نتاع الناس، نقولوا بالله حنايا رانا خدامين راه هكذا، باش يتعاطفوا معاهم الناس. لان كنقولهم لهذاك الجمعيات ارجعوا لله، راه فتنوا معاكم، بارك بروتوكول والاكاذيب على المحسنين، بارك بروتوكول والاكاذيب على الناس. كاينين الناس اللي محتاجين العمليه، كاينين الناس اللي محتاجين باش تعطيوهم اليد، لان الاكاذيب راه قتلتوهم بالاكاذيب. الناس كيعيطوكم ما كتجاوبوهمش، واخا كتجاوبوهم كاين شي ناس كتجاوبهم كتكذبوا عليهم كتقولوهم راهم راه جايين حتى نعيطوا عليكم حتى نديروا عليكم. باركوا بالاكاذيب، باركوا بالاكاذيب، باركوا بالاكاذيب. شوف الى بنادم بغى يخدم الله بسبيل الله، راه كلشي خوتنا بحال الصغير بحال الكبير، بلا معرفه بلا بروتوكول بلا هذا كيعرف هذا ولد خالتي هذا ولد عمي هذا. لان كاين بعض الجمعيات اللي في الناظور اللي هضرنا عليهم عاود هضرنا عليهم، الاولا للعائله ديالهم، راه كاين العائله ديالهم اللي شراوهم السياره، كاين العائله ديالهم اللي شراوهم اللي شراوهم الباطو الصغير نتاع التقليدي، كاين بزاف الاول العائله ديالهم، راه كنشوفو كيبيعوا المازوت والسيائر نتاع المحسنين. راه فتنوا معاكم، بارك رجعوا لله، سيروا عند الناس، راه تما الناس في بوبلا وتما الناس في عرين الشيخ، تما الناس براقة للناس اللي محتاجين. راه كاين بنادم المراه اللي عندها مسكينه الولد مسكينه بغات دير العمليه، المراه بغات دير العمليه لولدها عنده الثقبه في القلب صاحبي، عيطاتكم عاود عيطاتكم ما بغيتوش توقفوا معاها. ارجعوا لله صاحبي، ارجعوا لله، ارجعوا لله المساخط، ارجعوا لله. هاد الكروشه اللي عندكم، هاد الكروشه ما بغاوش تعمروا، هاد الكروشه اللي عندكم ما بغاوش تعمروا، واش هاد الكروشه اللي عندكم الله يستر وحفظ واش ما بغاش تعمروا؟ واش ما تخافوش الله؟ رجعوا لله، واش اليوم الدنيا غدا الاخره؟ انقذوا اخو ارا تما خواتاتكم تما اللي عايشوا عندكم اللي كتار 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 كتار، عاونوهم عاونوهم، بارك بروتوكول والتصاور والكذوب والبكان تاع التماسيح بهاد الجمعيات نتاع اخر الزمان. دابا خوتي حتى الجمعيات ولات كثر من الانتخابات، الجمعيات اللي في الناظور والله العظيم الا ولات كثر من الانتخابات، كثر من الانتخابات كثر، ولات كثر. الجمعيه اللي كتقول الجمعيه الحقيقيه خصها ما غادي تعيط يعيطها شي واحد فقير اللي محتاج، يكون محتاج ماشي كيكون كيكذب ولا كيلعب ولا كيسكر ولا كيدير، كيكون محتاج يمشيو عنده يشوفوا الحاله ديالو واش محتاج بصح ولا كيكذب ولا هكذا، يسولوا الجيران واش هذا كيعاونوا حد ولا هكذا. الا هذاك السيد فعلا محتاج ما كيعاونوا حتى شي واحد، هذاك السيد خص تعطيو له اليد كيف ما كان النوع ديالو. الا دابا هما شنو كيديروا؟ هذا كيهضر، هذا كيهضر العربيه، لا هذا اختينا، هذا لا هذا نشوها شنو هذا، لا هذا لا لا هذا لا، واخا كيهضر العربيه واخا جزائري واخا عراقي واخا تونسي،
كل شيء خوتنا. واخا يكون كيف ما كان جا طلبك اليد المساعده خصك تعاونو كجمعيه، ماشي كتقول هذا جزائري الا ما نعاونوش، لا هذا تونسي الا ما نعاونوش. احنا كل شيء خوت، حنايا امتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، كل شيء حنايا خوت، خصنا نتعاونوا على البر والتقوى. ماشي هذا بيض هذا كحل هذا لا هذا لا هذا لا. مش حد ديال الجمعيات اللي مشاو عندهم الناس مساكين اللي مقنطره اللي مدار بيضاء اللي مساكين في الناظور. حنا كلشي خوتنا حنايا من القويره لطنجه. حنايا واش كنفرقوا حنايا بين اللي كيهضر الشلحه واللي بلا كيهضر العربيه ولا؟ هاد الجمعيات كيهضروا بالعنصريه، هذا كيهضر العربيه لا ما نعاونوش، هذا كيهضر هذا لا هذا نشوف هذا، كيميزوا في بنادم بالعنصريه. حنايا كلشي خوت من طنجه القويره حنايا، ماشي هذاك هذا كيهضر العربيه لا ما نتعاونوش معاه، هذا كيهضر الشلحه لا هذا كيهضر هذا هذا كيهضر هذا. حنايا كلشي خوت حنايا، حنايا مغرب واحد ملكنا واحد، حنايا مغربنا واحد ملكنا واحد. بركه بالعنصريه، هذا كيهضر العربيه هذا كيهضر الشلحه، حنايا ملكنا واحد والرايه ديالنا واحد. حنايا واش بلا هاد الجمعيات، هاد جوج جمعيات اللي كاينين في الناظور فيهم العنصريه، هذا اللي كيهضر العربيه ما نعاونوش، هذا كيهضر الشلحه لا هذا هذا لا نخطروا هذا. بروتوكول بارك بروتوكول، لو عندكم الجمعيه كتجمعوا الاموال الطارئه، كتجمعوا الاموال الكبيره وعاونوا الناس، بارك من البكان تاع التماسيح واللحيه تاع الاكاذيب، ما تخبعوش في اللحيه، ماشي كتخبعوا في اللحيه هكذا، بارك من الاكاذيب، بارك بارك راك عارف مع من كنهضر، عارف الجمعيات اللي كنهضر كلشي كيعرفوه، عارفين على من كنهضر. واش هاد جوج جمعيات هاد المساقط اللي صرح فض ما بغى الكرش ديالهم كبير ما بغاوش يشبعوا؟ واش حتى لهاد الدرجه الله يستر ويحفظ؟ واش حتى لهاد الدرجه كيتعاملوا مع الشمكاره، كيتعاملوا مع التعاطي المخدرات، كيتعاملوا مع القطاطعيه؟ هاد جوج جمعيات اللي عندنا في الناظور كيتعاملوا مع الله يستر ويحفظ؟ راه عياو عياو هاد الجمعيات، ما يديروا امبوسيبل باش يديروا، باش جابوا الشمكاره جابوا اللي جابوا باش يديروا النداءات باش يديروا هذا. يعني حنايا راه كنعرفو، حنايا حنايا كنعرفوهم، اي حاجه وقعتني ولا هكذا راه عارف الجمعيات اللي تحت تحت كلشي تحتهم. جوج جمعيات، جوج اللي في اقليم الناظور هما اللي عندهم واحد العصابه كبيره لهاد الجمعيات اللي كيتعاملوا بالعنصريه، كيتعاملوا بالعنصريه. شنو هي العنصريه؟ لا انت كتهضر العربيه، هذه لغه جا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الخاتم الانبياء، هذه العرب لغه عربيه لغه اسلاميه، لغه اللي كنهضروا بها بالقران. ما نقدرش نحكر خويا، يا انا راه خوت حنايا بحال الجزائر بحال التونسي بحال العراقي بحال اي واحد، واخا يكون اللي غادي يكون واخا يكون اجنبي، الى طلب لي المساعده نتعاونوا معاه، واخا يكون نصراني واخا يكون كل شيء، لان الديانه ديالنا الاسلام ديالنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيشدوا الاسرار، كيقولوا تلقوا الاسرار، تلقوهم ما تشدوهمش، عطيهم ياكلوا عطيهم يشربوا. كيقولوهم كاين الصحابه نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كيقولوا هذو راه كانوا كيحاربونا كيقتلوا ولادنا، قالوا لا حنا ما نقتلوهمش، حنا يعطيهم ياكلوا يعطيهم يشربوا. حنا راه من القويره لطنجه، حنايا خوت حنايا، ما يقدرش نفرقوا المغرب، واحد كيقول هكذا واحد كيقول هكذا. وطننا واحد، مغربنا واحد، ملكنا واحد، لان باركهم العنصريه، باركهم الاكاذيب، هذا قالوا هذا ما قالش هذا ما قالش، هذا دار هذا ما دارش. هنا كاينين الناس مساكين اللي في الناظور اللي هضروا معايا في التليفون، راه عندي مساكين هضروا معايا في التسجيلات، عندهم معايا في كل شيء، كيقول لك كنمشيو عندهم كيكذبوا علينا، كنمشيو حتى للبيرو كنجلسوا تما حتى الثلاثه حتى الاربعه، تما واحد البنت وهي اللي كتقبلنا كتقول لنا واه غادي يجي غادي يجي غادي يجي، قلت لك شي مره كيجي كيقول لك واه رجعي رجعي حطي الملف حطي هذا، قال لك كنمشي كنسلف هذاك 20 درهم كندير الاوراق كندير هذا وفي التالي حتى بدون جدوى. والله العظيم مساكين غادي يبكي القلوب، والله الا كيبقي القلوب اقسم بالله العظيم، والله العظيم الى المحسنين كيسيفتوا الفلوس مساكين، لا الجاليه الخارجيه لا اللي في المغرب لا في انحاء العالم، جزاهم الله خيرا ربي يحفظهم، والله العظيم الله يحفظهم ان شاء الله كاع الناس اللي في الخارج كيسيفتوا مساكين، كيسيفتوا الفلوس، كيتعاونوا مع الناس، كيعطيوا اليد المساعده، كيشوفوا النداءات نتاع الجمعيات، كيوقفوا مع بنادم. كاين دابا هاد الناس اللي كيتوسطوا هما الفاسدين، هاد الناس اللي كيتوسطوا اللي كيتوسطوا، هاد الناس اللي عندهم التواصل بين النداء، هادو هما اللي فاسدين، لان في الشيطان
الشيطان بصفه الانس. هنا هاد الناس ما بغاوش يعطيو اليد، كيعطيو اليد لراسهم والعائلات ديالهم. سير ركبوا عليهم الديور اللي بناو، السيائر اللي شراو. مين جاتهم هاد الفلوس؟ شنو خدامين؟ شنو خدامين هاد الناس اللي شراو هاد الديور وهاد الفلوس وكل شيء؟ أرا كاينين الناس اللي استافدوا من هاد الجمعية؟ كان واحد المرأة في بني شيكر اللي استافدت هاد الجمعية، شرات السيارة لولدها كتسوقها بنتها وولدها، جمعات الفلوس وما درتش العملية لبنتها، والله قسما بالله ما درت العملية. جمعات شي 30 مليون بكل شيء، شرات السيارة بقات كتبرع فيها، كتمشي لفران كتمشي، وهربات منها من بني شيكر، لأن هنا غادي تفضح هنا في بني شيكر. لأن صفتوها المحسنين باش دير العملية لبنتها، ومشى شرات السيارة وكتبرع، مشات لفران، مشات كتسارى. هذه هي النداء للمحسنين، هذه النداء اللي كنت كتبكي. كاينين الناس اللي مساكين محتاجين، محتاجين مساكين بصح، محتاجين مساكين غا كيلو نتاع السكر، محتاجين مساكين غا 10 دراهم. كاينين الناس اللي محتاجين، الله يحسن عاون، حنا كنعاونوهم على استطاعة القدر اللي عندنا، وكنطلبوا من المحسنين يتعاونوا مع الناس ويكونوا بدون وسيط، يكون باش يتبدل هاد العقلية نتاع الوسيط، هاد العقلية لا دير التليفون ديالي نتاع الجمعية ودير هذا ودير هذا، خصك تبدل هاد العقلية. وكنتمناو إن شاء الله من المحسنين الله يحفظكم إن شاء الله ويحيد عليكم المصايب، وكنتمناو من هاد الجمعيات إن شاء الله رجعوا لله، توبوا لله، لأن بهاد الوباء وهاد العلامة الساعة الصغرى، توبوا ورجعوا لله. رجعوا لله وتوبوا، خليونا من الاكاذيب وهذاك اللحية وهذاك قالوا ما قال الله، بقات كتكذبوا على الناس وكتبيعوا الدين، كتبيعوا الدين بالفلوس. خليونا من هذاك البروتوكول، راه عقلنا معاكم، وكاين ناس اللي عاقوا معاكم، كاين ناس عايقين معاكم، كاين شي فئة نتاع الناس اللي كيتعاونوا معاكم، اللي من دمكم، اللي كي الحق بلا ما نقول لكم، انتم راكم عارفين البروتوكول ديالكم. وكنشكر الاخوان ان شاء الله دائما في من جديد. كنتمنوا ان شاء الله تابوني وتبارطاجوا هذا الفيديو ان شاء الله، باش يوصل القلوب الرحيم، باش يوصل للناس اللي كيتعاونوا، الناس اللي عندهم ثقه في الله، الناس اللي كيخافوا الله. كنتمنى ان شاء الله يوصل عندهم هذا الفيديو، باش ان شاء الله تكون، كنتمنى ان شاء الله شي جمعيه تكون شي جمعيه بدون وسيط ان شاء الله. كنتمنى في اقليم الناظور تكون جمعيه بدون وسيط، ما تكونش الجمعيه بالوسيط. كنتمنى بقلب الرحيم ان شاء الله يا رب العالمين يكون جمعية بدون وسيط. هذا اللي كنتمنى ان شاء الله، وشكرا لكم، تبارك الله عليكم.